شو اخباركم؟ ان شاء الله طيبين. الحلقه الثالثه من ماينكرافت. من اليوم انا اقول فورتنايت، معليش يا شباب. بوريكم دايركت على طول، نخش بالعميق. بوريكم في الحلقه اللي راحت وش سوينا. وش سوينا يا شباب؟ الكوخ زي ما تشوفون على الشاشه، سوينا هذا الكوخ الجميل في زاويه المزرعه وسور المزرعه. وسور المزرعه زي ما تشوفون، هذه مزرعتنا زي كذا بيكون ان شاء الله، زي ما قلنا في الفلوق اللي راح او في الحلقه اللي راحت، بالمزرعه بتكون اكبر من كذا، قابله للتمدد. إيه. بس قبل ما نبدا، تكفون الله يسعد كل شخص يضغط زر اللايك والاشتراك في القناه. جاهزين؟ جاهزين. يلا تفضلوا. انا اول واحد. طيب يا شباب، انا واخواني الحين بنأثث الكوخ. اول شيء كل واحد يختار سرير. حلو. حلو. انا اخترت لون. طيب دخلنا الكوخ. مختار. طيب انا اول واحد على اليسار هنا، هنا حطيت سريري. احطه جنبك الاخضر؟ ايه. انا لون الاخضر. يلا بس. ايش تبين؟ راح مكاني ذا. يفشل. ايش تبين؟ لون سعيد يفشل. انا بنام هنا. راح بس هنا. والله ما في الزاوية. لا لا شيله شيله. ابغى يمين يسار في فراغ، نحط طاولة شيء. انا على العموم انا هنا. العموم انا. طيب فاصل. انا اسود. انا هنا يلا. انا عند الدريش. الله لا حط فراغ شوي. حط فراغ. اذا الواحد يقدر ينزل من. ايش قاعد؟ ايش لصق انت؟ لف لف. البرتقالي لو سمحت. انا هنا شباب، ماني دخل. اوه عاد دحوم مالك شيء. انا هنا هنا. انا هنا. لا لا تعال جنبنا، نبغى نجمعها. تعال هنا دحوم. تعالي بالزاوية. ايوه لا اصدق اصدق. الله. اوكي هذه الاسرة حقتنا. لا لحظة لحظة، ليش ما نفرش هنا؟ فرشة؟ اي لا اقصد هنا السراية كانت. وين؟ كذا بالشكل هذا؟ صح، ممكن يسار احسن ولا؟ كذا احسن عشان يطلع مساحة. يلا يلا. اسمع، ايش رايك نحط فرشة؟ اصبر، اول شيء نحط السرير. انا السرير حقي انا هنا عند الدريشة لو سمحت، ولا حق ضايق الشمس. الطاقة ولا انا ابي عند الدريش. افرش افرش ولا اطلع برا؟ يلا بسرعة افرش. يلا افرش سريرك. يلا سعد عند الشمعة. يلا هنا من اللي هنا. سعد راسك اللي يحترق. انا برتقالي. انا برتقالي. انت اخضر. شلون تلصقني هنا؟ شوف بالطاولة اللي راح نحطها، نبغى نحط عليها نبتة صغيرة لو سمحت. وش حاط انت؟ شجرة. شيلة ريفي. شيلة بس شيلة. ريفي حاطها. اوكي شباب، نبغى شيء خشب، ما نبغى طوب ولا بلك. طيب الحين الشاشه عند عبد الله بيسوي الطاوله. وخر عنه يا سعد، مع وخر خلي شوي شوي. يلا يلا لحظه لحظه، معليش لازم ما نحطها في النص، ما نحطها في الزاويه. والله شكلك بناي رايح فيها. اي والله. يلا وش ذي؟ ايوه كذا كذا. اي ايوه كذا ولا كذا؟ اي كذا. زدها زدها شوي. ايوه يمين يسار يمين يسار كذا برضو. وبعد زياده 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 زياده. اربعه انا اشوف كذا كافي. لا ايوه واحده ثانيه بس. وش ده؟ ابغاها طاوله جاي زاويه نحط عليها نبتات وكذا. احسن طاوله طعام. لا لا طاوله طعام. لا زي الرف يعني. بس انا تعجبني شكلها يعني. حلو حلو، بس ليش في فراغات؟ غصب غصب. طيب شيل اللي انت تبغاه. طبخه. تيسو تيسو. قلت لك وين تيسو؟ انا حطيتها حطيتها انا. ايش تحطه؟ معليش مو الحين حيوانات. افرش اصبر. طيب شغلت ايش تبي؟ ذا اللون ولا ذا اللون؟ اصبر خليني بشوف لي نبته انا عاد النباتات. لو سمحت بس اللون. تبي اللون ولا ذا؟ لا اللون الغامق الغامق. طيب شباب انا بحط نبته هنا. اوكي حلو. هنا تحديد جديد حطينا عند فوق الواحد. شو اسمه؟ رف كتب. رف كتب. طيب والله سعود شكلها جميل. بختار ورده. دقيقه يا شباب، يبغى لنا نبته مع ورود زي هذه. انا بنوم. ايش تنوم انت هذا ورد؟ بس ايش انا انا من سرير الاخضر. الان حطيت نبته زي ما تشوفون جنب ال. الله حط رف فوق. الرف حلو صح؟ والله حلو. الحين نام. يلا يلا نام. شوف بس ورهم المكتب. اوه رف وزي رايك حبيبي. حركة والله حركات طلع الكور مؤثث الان. يلا خلنا خلنا نام. يلا نام نام نام. قم انت قم قم سريري. قم تبي تبي قم تبي قم اكسر السرير. ايوه قم يا اخي وخر. تبي يلا يلا يمشي ذا. والله يا بهدلة. خلاص هي سيدة ترى بنام ترى بنام. خلاص بحط سريري وبنام انا. قم نمت سريره. والله سريره الصراحه مستخر لي. طيب بعد ما نمنا طلوع طلوع يا اخي. ايش الزحمه عند الباب؟ واحد واحد يعني. يلا يلا خلصنا شوي اثاث الكوب. طيب اول شيء نبغى نسوي حظيره الدجاج. اوكي حلو. خلونا نجي هنا. تعالوا معاي. بعيد ها؟ عشان الريحه ودي ما تجي الكوب. يا اخي نبغى البيض الصباح. هنا هنا هنا. تعال وينك انت؟ تعال تعال. ما نبي تكاظم. يلا يلا هنا يلا عندكم عندكم. يلا شو اللي حط دجاج هنا؟ انا حطيت. لا لا اصبر اصبر. بله
طيب هو شو يسوي السور بعدين تحط فلة؟ ترحم الضحكة ترحم صوتها عالي مش حتى تفريدة والله تطلع الضحكة ترحم يا رجال هي 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 من اللي حاط البني المحروق ذا؟ أنا شيله 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 لا حلو والله لا والله غمق شوي مو بعاد كذا طيب سعيد ايش رايك ذا اللون؟ لا لا اصبر بوريك بوريك يا شيخ هذا زي هذا نفس نفس هذا زي هذا لا هذا هذا بقرة طيب حط بوابة تقدر تحط بوابة يا شيخ حط البوابة هذه البوابة شلون تنفذ البوابة؟ انتوا؟ حلو اصبر اصبر ادخلوا انا دجاجي ها؟ انت والله افرش كذا حتى 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 دجاجة صغيرة ايش؟ دجاجة لا اصبر اصبر يلا هذه حقة الدجاجة حبة حبة يلا ابني طيب صغيرة له دجاج شوي دجاج تهد هد يا اخوي نبي فيها نسمع نبي فيها كواخهم كذا تكبر نبي نسوي مويه لهم يا اخي والله باقي شغل شوف تكبرها كبرها يلا كبروا كبروا يلا كبر الدجاج اوه بالغلط بالغلط سكر لا تغرق المزرعه يلا انا بسكر من اللي كب المويه والله اعذروني يا جماعه انا قايل هذا سكر سكرت المويه اقسم بالله هذا بالغلط يا جماعه رطب اضرب برا المزرعه والله كنت اطرده سلم اليد لا والله انا الكوف حرام عليك والله انا نياتي بسوي حركه والله بس رحمته بس لا تسوي الحركه عندي تغرق المزرعه والله ايش يروح تعبنا كله سكر لا احد يفتح شيء والله شباب نص ساعه عشان نسوق الدجاج طيب يا شباب اللي حاط الدجاج برا مين سعد هذا انت شيلها يلا شيلها والله جيبها حطها جوا هذا ما عليك بيدخلوا لا يا اخي حطها جوا البوابه منها احسن ولا لا لا هنا 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 منها لا 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 من هنا من هنا هنا بيصير جنبه شيء يلا دم شباب اسكتوا اسكتوا دخلهم دخلهم قفل البوابه دي وين البوابه الدجاج يطلع من التفاهم عبد الله وش انت وينك موجود الحين انا لا بس بسوي شيء اللي هو هذا هذا حقت المويه وبرضه نغطيها عشان لو يعني طلعوا نغطيها عشان ما تتوسخ والله ترتاح ترتاح يلا مفتوح سبوب يعني قال لي نلاقي فكره اول شيء خلونا نبني زي ما تشوفون على الشاشه ولفيت انا معليش نبني حظيره الغنم وبنحط حمار ايه حلو يبدينا حمار لا انا من رايي خيول احسن من لا الحمار في المزرعه الحال هذا بدون شو الفايده منه يتمشى يعني خوينا طيب خلونا ننام يلا النوم 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 ايش رايكم كل واحد الحصان هو اللي يتحكم فيه طيب دقيقه وش خلنا ننام الله نبتتي هو تكبر ذي ولا ايش شوف شلون طلع عندنا الحين حظيره الدجاج على اليمين وحظيره الخرفان يلا حط خرفان انا يلا حطيت يلا حط حط بس 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 ودي احط اناث ما ادري دقيقه لا خلها اول شيء كذا والله الدجاج جالس يشرب مويه اوكي هنا دجاج وهنا خرفان ايش باقي باقي طول العمر احط وش الدجاج المنحاس ده اعطيتك واحد صغير اعطيتكم مويه شوف نقلوهم للعشب ترى حطيتهم مويه واكلهم اللي هو اوكي بسبح اوكي سعد سعد مويتهم يا اخي هذا ما في المويه اطلع 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 تعال سوي لنا نفس اللي سويته هنا وش هو اللي حظيره جنبها حط مستودع كذا حق رفوف والله حلو ذا اللي مسويه هذا هذا فنان جايبين هذا جايبين من برا يشتغل مزرعتنا زين ها عطى 50 كبيره كبيره المساحه مو زي هذه يا شباب هذه حلوه المساحه هذه كبيره مره هذا كبار اي هذيك يمكن اربع غرفات اي جاي طالع مره صباح الخير صباح الخير بسرعه الشغل يلا الشغل طير طير واحد مطر ترى لو تلاحظون اي لا 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 الامور زينه في بيب صار في بيب والله جد صعب صعب اوكي هذه الدجاج والموية تمام الخرفان تمام باقي الحظيرة الثانية دجاجة داخل عند الخرفان يلا شرطة نولد ذبحها والله هبلت منه اوكي اوكي تعال كمل هنا يلا حطيت الحظيرة الثالثة بتكون هنا ايش؟ البقر بقر صح اجيب لك بقر انا خلاص انا بجيبها حط بقر هنا حظيرة ابني ولد البقر لا ينحاش لا ينحاش سكر عليه سكر عليه سكر والله ما اسكت اسكت والله ما اسكت
طيب نحط اشياء تجميليه مثلا هنا نحط ورده في شلون دوار الشمس وهنا نحط بعد واحد عند الدجاج دجاجاتي ترى وش تبقى اللي طالعه لا قبل لا هذول مهاجمين المزرعه من يطلع البقره ذي اتوقع قبل جلا 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 يلا يلا ما فينا بقر يطلع ايوه طيب بنجمل الحين المكان او الحظائر الحيوانات بالنباتات شوف شو عندك عبد الله شوف الشاشه عندي كيف المزرعه تقريبا بدت تبان ملامح الحظائر يعني طيب نبي نجمل ما عجبني المكان احسه كذا باهت انا اشوف الورود لازم كيف تكثر ورود كيف اللي عندي الله والله يا اخي انت ورده انت ورده ورده خلاص هنا والله طيب دقيقه نبغى ولد ايوه هذا الورد شوف يا شباب سوينا شجر زي كذا ورود والله حلو الاحمر ايش رايك بالاحمر ايش رايك بالاصفر اللي عندي هذا الاحمر سعود حطينا كل زاويه فيها شجره حمراء كذا فيها ورود والله روعه روعه يا ابوي عندك اشكال شكل كل واحد يمسك زهره انا الابيض مثلا طيب انا احس ان الترقيع يبينا نعدل بعض الاشياء البسيطه بس الأبيض. بس في هذه الحلقه من سلسله ماينكرافت سوينا حظيره الدجاج وحظيره الخرفان وحظيره البقر واثثنا الكوخ في الحلقه الجايه بنكمل تزيين وتجميل وزياده حظائر بنسوي الخيل اسطبل الخيل وبنأثث شوي زيادة الكوخ ونزرع حوالين الكوخ أوكي؟ أوكي إلى ذلك الحين لا تنسوا زر اللايك واشتراك في القناة إن شاء الله عجبتكم هذه الحلقة وأوه مع السلامة